اللي هي سانتي ماك سبيسيال رمضان، ما نجموش نحكيو على سانتي ماك سبيسيال رمضان من غير ما نحكيو على الصحة نتاعنا ولا الميكلة نتاعنا في الهيلثي واي. هيلثي واي هيلثي واي بحذينا سمر ثابت. عسلامة سمر. عسلامة يلدز وعسلامة ليليكيب الكل، ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله كل عام وحنا حيين بخير. دونك كيف ما قلت ما نجموش نحكيو على رمضان من غير ما نحكيو على الماكلة. وكيف نحكيو على الماكلة في شهر رمضان؟ نحكيو يا اما على شقة مفطر يا اما نحكيو على السحور. وانا بيناتهم زوز نقولكم راهو السحور بالنسبة لي انا وصحيا والجسم نتاعك اهم بيسر من شقان الفطر. علاش؟ على خاطر بالسحور احنا باش نحضروا رواحنا انه باش نعديو ساعات الصيام. كيلكو سوا انت اللي باش تختار، يا باش تعديهم بالقدا وما تحسش بيهم، ما تحسش بالعطش، ما تحسش بطويل الساعات على الجسم نتاعك، تحسش بك الفاتيق والملاز. والا اذا كان باش تبلبس في السحور والا ماكش باش تتسحر، راك باش يتعديو لك سوايع الصيام صعاب شويه. دونك السحور حاجه مهمه اساسيه، ماهيش حاجه اختياريه، خاطر فما ناس تقول لك هاني تعشيت بالبي وسهرت شويه دونك هاني لي تحويجه وكا ما نحبش نقوم، ما نجمش خاطر غدوه فيو نخدم والكل، ما نحبش يعني نقوم نفرعس نومي. النوم راهو كلكو جوغ ويعاود يتنظم وحده، دونك الساعه البيولوجيه وحده وحده تو تنظم روحها. دونك نضحيو شويه ميسالش ونتسحروا، راهو ما فيه كان فايده على الجسم نتاعنا، يعني حاجه اوبليغاتوار، خاصه كيف يبدا عندنا معناتها في العائله صغيرات في العمر مازالوا كيف يبداو يسيموا، دونك نستنسوهم بالسحور على خاطر كيف ما قلنا السحور راهو حاجه مهمه جدا باش نعديو ساعات الصيام نتاعنا في فورما. تقعد المشكلة متاع شنو نصيم شنو ناكلو في السحور؟ افكتيفمون شنو اللي ناكلو؟ أول حاجة فما ثلاثة حاجات لازم نبعدو عليهم، الحاجات المالحة، وهوني نأكد على الحاجات البيتة، يعني معناتها اللي فضلت من العشاء ناكلوها في السحور، لا كولها مثالش ديرونس سهرية لكن ماهيش في السحور، على خاطر الحاجات المالحة راهي فيها الصوديوم اللي هو باش يخليك تعطش في على طول النهار، دونك ماكش باش تكون مرتاح حتى طرف. الحاجة الثانية هي الحاجات الحلوة اللي فيها السكر، معناها اللي نعملوها احنا ولا نشريوها، دي جاتو دي بسكوي من عشان دي جو حاضرين مش نحضروه احنا، دونك هذوما الكل كيف كيف فيهم السكر السريع اللي باش يعطينا كالبيك في ساعه يطلع في ساعه يعاود يهبط، اللي باش يخليك كيف كيف في وسط النهار راك باش عاود تعطش وباش تحس بملاز. والحاجات الاخرين اللي فما ناس تقوم قريب برشا الوقت السحور وتحضر يعني عباره بيتي ديجنا يعني كامل متكامل هكا، وفيه برمي الحاجات فيه قهوه اللي هي ما ننصحوش بها بالكل، على خاطر القهوه تخلينا على خاطر القهوه تخلينا نفقدوا برشا من كميه الماء اللي في الجسم نتاعنا. دايوغ احنا عنا عادة قديمة من عشاكا كانت تلاحظوها، كيف حد يقدم لنا كاس قهوة ديما معاه كويس ماء، هي ماهيش مجرد عادة، هي خاطر القهوة بالحق تخلي الجسم يفقد كونتيتي كبيرة من الماء، هذيك علاش احنا دونك نعوضوها بكاس الماء هذاك. دونك ماهيش منصوح بها حتى طرف القهوة في السحور، لا هي لا الجازوز لا بيان سور التي، أما أنا جست حبيت نأكد على القهوة خاطر فما برشا ناس تقول لك نقرب عبارة باش نفطر فطور الصباح. أنا أمس الحقيقة قعدت بين معناتها زوز قرارات، يا ما نشربش قهوة وراسي يوجع ونفيق بكري، يا نشرب قهوه ولا غالب راسي ما يوجعش ونعدي نهار سافا، على غالب جاوبتي فيغ نشرب قهوه ميتو، نحاول نسمع كلامك دغيا. اما هي راهو حكيت وجعت الراس اي ميتو تتاقلم مع الوضعيه والجسم يستانس، راهو كل شيء تعود في الجسم نتاعنا. دونك هذوما الحاجات اللي لازمنا نبعدوا عليهم في السحور. يقول قايش شنو نجم ناكل، شنو الحاجات المنصوح بها ناكلها؟ هي الحاجات اللي تو سامبلومون تخلي معدل السكر في الدم يقعد مده طويله على طول النهار، والحاجات اللي ما تخلينيش نعطش بالاساس اللي هو مشنوة الدقلة، يعني اهم حاجه نجم واحسن حاجه نجم ناكلوها في السحور هي الدقله، على خاطر فيها كونتيتي كبيره نتاع السكريات اللي هي بطيئه الهضم، تقعد معناتها على طول الساعات نتاع الصيام، فيها الحديد وفيها برشا فوائد، فيها البوتاسيوم فيها المغنيسيوم، دونك من احسن من نجم ناكلو هو الدقله. يجي بعدهم طول البنان خاطر فيه نسبه كبيره من البوتاسيوم، كيف كيف باش يخلينا في فورما نهار كامل وما يخليناش نعطشو. مع هذوما الزوز الحليب ومشتقاته، كيلكو سوا تحب حليب تحب البن، كل واحد حر في اختياراته. عندنا زيادة الجوتة والزبدة بالأساس مع البان كيبدا كومبلي، مش البان كيبدا عادي، خاطر في برشا لي فيبر اللي يخليونا ما نجوعوش نهار كامل. دونك هوني نبعدو كان على الفروماج في مشتقات الحليب على خاطرو مالح، دونك هذوما الحاجات اللي نجمو يعاونونا. الخضره كيف كيف منعش اسكو برشا ناس يحبذوا خضره والا لا، انا جست نقول وريقات خس شويه فقوس اكاهو، معناه مش لازم حاجه اخرى، فيهم برشا ماء ويخليونا في فورما نهار كامل على خاطر فيهم برشا الياف. سينو نرجع لعاداتنا القديمه، نرجع لحاجاتنا اللي احنا نعملوهم، راهي البسيسه حاجه امبيكابل، الزميت كيف كيف معناه مع كاس حليب راهو حاجه روعه في السحور، مع شويه زبيب شويه شريحه، الحاجات هذوكم القديمه اللي بالحق تعطينا الصحه وتخلينا في فورما نهار كامل. دونك حاجاتنا ما نستغنيوش عليهم، راهم حاجات مهمه برشا ما لازمناش نحيوهم من السحور نتاعنا.
كيف اذا كان فما عباد ما تاكلش الدقله ولا ما تاكلش زبيب ولا حاجه، فما الغله الشايحه خاصه المشمش حاجه بنينه برشا فايحه وكيف تخليك معناتها تحافظ على نسبه السكر نتاعك في الجسم نتاعك. الحاجه الاخرانيه نحب نكمل بها اللي هي الفواكه الجافه. هوني مش نحكي على كونتيتي كبيره، يعني حاجه بسيطه حاجه صغيره كل قدير وقدره، اي حاجه المهم تكون مش مقليه، اللوز جوزه اكاجو اللي هو اللي موجود عندك دونك ينجم يعاونك مع شويه عسل شويه شوفان هيك الجرانيولا اللي نعملوها مغرفتين في وسط ياغورتا معناتها حاجه مزيانه برشا في السحور. دونك هذوما الحاجات اللي نجم يخليونا نحافظوا كيف ما قلنا على نسبه سكر معناتها معتدله في الجسم نتاعنا على طول ساعات السيم اون بليس ما يخليوناش نعطشوا. حاجه واحده نحب نكمل بيها الماء، فما برشا ناس ما تشربش تقعد ما تشربش وقت اللي يجي وقت السحور وهي تبدا تشرب برشا اللي هو مش باش يفيدك حتى طرف خاطر زيد الكول وباش يتخلص من الجسم نتاعك. دونك دو بريفيرونس تحط الكونتيتي اللي لازمك تشربها ديزون مثلا لتر ونص، تحطها من شقال الفطر حتى للسحور كل ساعه بمعدل كاس كبير كل ساعه، تحاول تكملها في السوايع هذوكم بطريقه متنظمه، ما تجيش في وقت صغير وتشرب برشا ماء خاطر جسمك مش باش يعمل حتى شيء، بالعكس باش يتخلص منه باش يقلقك ما يخليكش ترقد. انا افيد باش نرجع للبارتين ونرجع للماكلتنا القديمه والماكلتنا العربيه ايتترا غيلمو. فما عام سافرت فيه وسافرت في رمضان، دوك امي كيما ام تونسيه تهز لك كل شيء في الفاليز وكانت هزت لي بسيسه، وانا من العبيد اللي كيما برشا ناس كيما برشا دي جون ما يحبوش ياسر هكا ريق عربي كل شيء في سحور ايتترا، مي غيلمو البسيسه هي اللي انقذتني. اي والله بالحق والله باغ اكسبيريونس ما تعطش تحس روحك خاصه ما تعطش بالحق معناتها بار اكسبيريونس راهي البسيسه والا الزميت خاصه نذوم الزوز مع كاس حليب جربوهم بالحق حاجه افيكاس على الاخر تخليك نهار كامل اصلا ما تحسش بالنهار. اكزاكتلي هيك علاش ديما نقول بلي نرجع لحاجاتنا القديمه المفيده خاطر راهو احنا ماكلتنا ديما نقول واحنا ياسر عندنا تخلوي في الماكله، اما بار كونتر رانا عندنا برشا حاجات سمحه عندنا برشا عادات مزيانه نرجعوا للحاجات السمحه نتاعنا. ميرسي بوكو سمر، في كنت حكيت لنا اليوم على السحور في شهر رمضان شنو هي ما لازمناش ناكلو وشنو هي لازمنا ناكلو.